واحنا بنحتفل مع حضراتكم ما زلنا بعيد الشرطة 72. مهم ان احنا نتكلم عن مواكبة وزارة الداخلية للتطور العلمي في مجال العمل الأمني واستخدام أحدث التكنولوجيا لإدارة ومتابعة المهام الأمنية الميدانية. عشان نعرف تفاصيل أكتر يا جمان عن الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الداخلية هيكلمنا عنها الكاتب الصحفي الأستاذ فتحي سليمان رئيس قسم الحوادث بموقع القاهرة 24 معنا على التليفون. يا أستاذ فتحي صباح الخير. صباح الخير محمد، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على حضراتكم جميعا وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وكل رجال الشرطة بكل خير. آمين يا رب. عايزين نتكلم معاك في البداية عن الأساليب المتبعة حديثا من قبل وزارة الداخلية في الكشف عن الجريمة، لو تكلمنا عن استراتيجية الوزارة خلال الفترة الماضية. طبعا خليني يعني أكمل زي ما قال زميلي محمود وزي ما أكدت أنتوا في الانترو، أن الأمن سلعة باهظة التكاليف. باهظة التكاليف، إما أن هي مكلفة ومرهقة ماليا، أو إما أن هي بتكلف تضحيات وبتكلف جهد وعرق كبير جدا من سنين كتيرة من قبل 52 ومرورا بكل السنوات اللي فاتت، التضحيات الكبيرة جدا اللي قدمها رجال الشرطة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، إلى لحظة الاستقرار والأمان اللي بتشهده مصر وبتشهده كل البلاد والنواحي وأنحاء الجمهورية. خليني أقول لحضرتك إن أعمال التطوير في وزارة الداخلية لم تقف فقط عند حد التطوير في المباني أو في المنشآت، ولكن وصلت إلى التطوير في الاستراتيجيات، تطوير الاستراتيجية الشرطية من مكافحة ودحر الإرهاب ومواجهته إلى استراتيجية التعامل، استراتيجية مواجهة الجريمة المنظمة، تطوير الأداء وتطوير المناهج العلمية في وزارة الداخلية، تعزيز قطاع الإنسان بوزارة الداخلية للتعامل مع المواطنين، رفع كفاءة الكوادر البشرية الشرطية. وزارة الداخلية تمت تنمية القدرات والمهارات للعنصر البشري بشكل كبير جدا خلال السنوات اللي فاتت، وحطت استراتيجية كبيرة بتنفذها دلوقتي علشان تقدر من خلالها تنفذ الاستراتيجية وتحسن منظومة التعامل الأمني والأداء الأمني وتطبيق مبادئ العدالة حتى يصل المواطن كل يعني الأمن بمفهومه الشامل. مظله كبيره جدا منها تعزيز حقوق الانسان، منها تعداد الكون العنصر البشري، لان هو الركيزه الاولى لتطبيق الامن، وحضرتك عارف ان الامن يعني اذا ضاع الامن فلا استقرار ولا اقتصاد ولا تنميه، فبالتالي ان الاعداد الكوادر البشريه كلفت وزاره الداخليه تكاليف كبيره جدا لاعداد الكوادر البشريه الشرطيه سواء على مستوى الضباط او الافراد، كل رجال وزاره الداخليه لتحسين اداء العنصر البشري خلال السنوات اللي فاتت. كمان يعني الاستعانه ببرامج حديثه جدا، برامج علميه، برامج تكنولوجيا من اجل مواجهه الجريمه المنظمه، واحنا بنشوف ان المجرم دايما بيطور من اساليبه وبيطور من البرامج اللي بيستعين بيها، بيطور يعني مبادئ الجريمه المنظمه، فبالتالي يجب ان يواكب ذلك، بل بالعكس يتفوق عليه الاداء الامني برادع الجريمه المنظمه، الجريمه التكنولوجيه، الجريمه المستحدثه، وعندنا قطاعات كبيره جدا بتدخل وتستعين بوسائل تكنولوجيا حديثه وميكنه للعمل على ضبط الجريمة ومنع المجرمين ومواكبة الخارجين عن القانون في كل المجالات. طيب أستاذ فتحي، إيه أهمية تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية؟ إيه الهدف من تحويل المؤسسات العقابية لمراكز إصلاح وتأهيل؟ ولأي مدى قدرت أو قدر هذا التحويل من المؤسسات العقابية لمراكز إصلاح وتأهيل قدرت أنها تثبت نجاح في تحقيق مستهدفاتها؟ يعني انا برضو خليني اقول لحضرتك يا رومانا ان وزاره الداخليه مش بس وقفت عند تغيير المصطلح، لكن هي تخطت الى تطوير مفهوم بشكل شامل للتعامل مع السجناء. وانا خليني اقول لحضرتك ان لفظ حتى السجناء نفسه ما عادش حاليا يطلق على نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل في وزاره الداخليه، غيروا الاسم نفسه من سجين الى نزيل. مركز الاصلاح كان اسمه سجن، دلوقتي بقى اسمه مركز اصلاح وتاهيل. تخطت المرحله من قضاء فتره العقوبه الى اصلاح الشخص الذي يقضي فتره العقوبه وتاهيله للانخراط مره اخرى في المجتمع المصري بعد اداء وبعد قضاء فتره العقوبه بتاعته، فبالتالي بمناهج، باداء، بوسائل، بطرق جديده، وزاره الداخليه بتحاول بشكل كامل تتعامل مع هذا الملف على تحت مظله ايضا حقوق الانسان، التعامل مع ملف السجناء وملف نزلاء السجون المصريه. لو رحنا وحضرتك اكيد رحت ومحمد راح
شفنا كلنا ازاي مراكز الاصلاح والتاهيل السجون القديمه بمفهومها التقليدي بالزنزانه بالسجن الحجز السيء تحول الى او تم نسبه بشكل كامل الى مركز اصلاح وتاهيل في كل اماكن ومناطق ومراكز الاعاشه العصريه الاعاشه الحياتيه الانسانيه التي تليق بالانسان وليس بالمجرم. ليه؟ وكمان لم تنسى ولم تغفل وزاره الداخليه والقائمين على اداره السجون ان هذه او فتره العقوبه دي هي فتره اصلاح وتهذيب وليس فقط فتره عقوبه. فبالتالي بيعمل في السجن، في مزارع، في ورش عمل، في افران، في كل الحياه اللي بيعيشها الانسان خارج اسوار السجون، ولكن من داخل هذه الاسوار مراكز الاصلاح والتاهيل، في مراكز تعليميه، في مدارس، في مستشفيات. فبالتالي تخطت المفهوم الى المصطلح ووصل الى التنفيذ العلمي لتطبيق استراتيجيه حقوق الانسان داخل السجون المصريه لنسخ المفاهيم القديمه عن السجن وعن السجين، وبالتالي انخراط السجين مره اخرى في المجتمع بعد خروجه وانقضاء فتره العقوبه. خلينا نشير كمان نقطة مهمة جدا، ما يثبت نجاح استراتيجية وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية في فرض الأمن وإعادة الاستقرار مرة تانية هو عدد الشهداء اللي بيقل، اللي خلاص يمكن انتهى خلاص من في المواجهات الأمنية في العمليات الإرهابية. كنا بنشوف عدد شهداء كبير تباعا سنة بعد سنة، عملية بعد عملية، بدأت طبعا عدد الشهداء يقل بدرجة كبيرة جدا. طبعا دي دلالة مهمة جدا على فرض الأمن بقوة جدا وفرض السيطرة الأمنية على ربوع المجتمع. أنا يعني واحد من الناس عشت التجربة السيئة مع رجال الأمن خلال السنوات التبيسة أو السنوات السوداء. كنا كل ساعة، يعني كل ساعة تليفون يرن على الشهيد في مكان، كانت السنوات صراحة الأمن واجه فيها بشراسة وبضراوة كبيره جدا هجمات ارهابيه وهجمات اجراميه وجنائيه. طبعا تنصير البؤر الاجراميه، يعني الحمد لله الارهاب في مصر، وزير الداخليه الدكتور محمود توفيق امبارح قال لك ان السنه اللي فاتت احبطنا تكوين 129 بؤره ارهابيه، طبعا مدعومه بحوالي بمؤسسات ماليه كبيره جدا بحوالي 3 مليار جنيه. فدي ده رقم احباط او ضربات استباقيه مهمه جدا. لكن خليني اقول لك ان حتى ايضا الجريمه الجنائيه وعلى مستوى الجريمه الجنائيه ما فيش امن بيتحقق بنسبه 100% في العالم كله. فاعتى الدول الامنيه والقبض ذات القبضه الامنيه بنشوف جريمه وبنشوف مجرمين. لكن خليني اقول لحضرتك ان الضربات الكبيره جدا لمواجهه الجريمه والجريمه المنظمه، خاصه اللي حصل زي بحيره المنزله او بؤر زي المنزله، البلابيش، حمرادوم، بؤر الجعافره، وكان بؤر كتير جدا في السحر والجمال في الاسماعيليه، بؤر كتير جدا تم مواجهتها وتم ضربها وتم الاصرار على تطهيرها من المجرمين ومن الخارجين عن القانون حتى هذه اللحظه. ده له دلاله كبيره جدا وبيؤكد الكلام اللي انت بتقوله، ان حاليا انت بتشوف مثلا وما زالت طبعا التضحيات مستمره، كل فتره او كل كام يوم بنلاقي ضابط او فرد او رجل شرطه اصيب في خلال عمله، لكن ده بالمقارنه بالسنوات الحديثه او بالسنوات اللي فاتت صحيح عدد ضئيل جدا، عدد لا يكاد يذكر. وده طبعا في اطار الدور اللي بتقدمه وبيقدمه رجال الشرطه والتضحيات، ده مستمر وهيستمر، لان الامن زي ما قلت لك في الاول هو سلعه باهظه التكاليف، التكاليف المادية والتكاليف والجهد والعرق من رجال الشرطة. شكرا لهم جميعا وكل سنة وهم طيبين وانتم طيبين. نشكر حضرتك يا فندم الأستاذ فتحي سليمان رئيس قسم الحوادث بموقع القاهرة 24، شكرا لحضرتك يا فندم.